من ضمن الأسئلة سما بتسأل، أنا قدامي هل في كلية التربية النوعية ممكن أدرس برمجة زي النظم وتغذية؟ تنصحني أدخل إيه؟ الحقيقة طبعا في كلية التربية النوعية مش بتدرسي النظم، بتدرسي مواد خاصة زي ما إحنا اتكلمنا فيها في الموضوعات الخاصة بالتربية على حسب الأقسام المختلفة زي قسم الاقتصاد المنزلي أو الأقسام الأخرى اللي ممكن إنها تكون بالنسبة لك واضحة. فنخلي هنا إن إحنا بتاخدي مدخل الاقتصاد المنزلي، مبادئ التربية، أسس الغذاء، ده وفقا للتخصص، ولكن دي مواد ممكن تاخديها. ولذلك نجد ان الاقسام قسم الاقتصاد المنزلي، التربيه الفنيه، التربيه الموسيقيه، العلوم التربويه والنفسيه، الاعلام التربوي، وتكنولوجيا التعليم، ورياض الاطفال، ومعلم الفصل الواحد. فنخلي بالنا ان في عديد من الامور مش من بينها النظم، ولكن لو انت حابه مجال الشبكات او الامور دي هيكون بالنسبه لك مجالات النظم افضل من كليه التربيه النوعيه. اما لو انت بقى حابه مجالات الجرافيك ديزاين والبرمجه وكده، دي مش مرتبطه بكليه معينه، ممكن انك تروحي اي كليه حتى لو كانت تربيه، لانهم بيركزوا على جوده الحاجه اللي انت مقدماها. وبالتوفيق.